السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا طلاب الصف الرابع؟ اليوم في حصة اللغة العربية سوف نحل التدريبات الموجودة صفحة 39. الرجاء فتح الكتاب صفحة 39 والانتباه معي جيدا. تمام؟ طيب، السؤال: ضع الكلمة مما بين القوسين في الفراغ المناسب لتكون جملة مفيدة. هلا لما بنقرأ الكلمات الموجودة ما بين الأقواس: يتعاون، تضع، ظهر، تبني، قضى، بنشوف هي عبارة عن ماذا؟ أفعال. أسماء ولا أفعال؟ أفعال. إذن السؤال 1 رقم 39 بدنا نكون هنا جمل فعلية، بدنا نكون جمل فعلية كما مر معنا سابقا. بنرجع بنعيد لكم إياها يا ثالث يا رابع عفوا. الجمل الفعلية هي تبدأ بفعل، تبدأ بفعل، تبدأ بفعل إما ماض أو مضارع أو أمر، والفعل يكون له فاعل زائد مفعول به، زائد مفعول به. تبدأ بفعل والفعل يقوم به فاعل ومفعول به. طيب خلينا نشوف ألف فرغ الملكة البيض. هون تضعوا، يلا يا رابع خلينا نعرب مع بعض. تضعوا هي عبارة عن إيش؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تضعوا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه. الملكة دائما الملكة هون اسم فاعل مرفوع، دائما الفاعل يكون ماذا؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة اللي هي الظاهرة على آخره. شايفين البيضة هون مفعول، مفعول به، مفعول به. هاي هي عبارة عن جملة فعلية. تضع الملكة البيض، مين اللي وضعت البيض؟ الملكة هي الفاعل. باء فراغ العاملات القرية. هون بن تبني، تبني العاملات القرية. هنا يا رابع تبني فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. في الصفوف إن شاء الله القادمة سوف تأخذ اللي هي الضمة المقدرة. شو يعني ضمة المقدرة؟ تبني العاملات اسم فاعل، من هي اللي بنوا العاملات؟ اسم فاعل مرفوع بالضمة، هي الظاهرة على آخره. تمام؟ القرية مفعول به. تمام؟ جيم فراغ الغيم في السماء. ظهر، ظهر هنا ظهر إيش؟ فعل ماضي. شو بنعرب الفعل الماضي؟ مبني على، نحكي الفعل الماضي مرفوع مبني على الفتح. هيا شايفين الفتحة؟ فعل ماضي مبني على الفتح. الغيم اسم فاعل، الفاعل شو بيكون؟ مرفوع، اسم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضائرة على آخره. هون الجملة في حرف جر السماعي، شو بنعربها؟ اسم مجرور
وعلامة جره إيش؟ الكسرة الظاهرة على آخره. دائماً بعد حروف الجر بيكون اسم ويكون مجرور. مجرور بماذا؟ بالكسرة. دال فراغ، النمل لحمل الغذاء. يتعاونوا، يتعاونوا هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. النمل اسم فاعل مرفوع بالضمة. هونلي حملي، شوف حملي اسم، عفوا لي حرف مش لام تعليل اللي هي بيجي وراها اللي هي فعل مضارع منصوب، حرف جر حملي. هيا شفت اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره الكسرة. إذا الجمل الفعلية تبدأ بفعل سواء ماضي أو مضارع أو أمر، وفاعل مفعول به أو جار مجرور اللي حرف الجر والاسم المجرور. طيب ننتقل للسؤال أو التدريب رقم 2 صفحة 39. عندنا أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة اللي هي صفحة 39 من الشكل المجاور. الكلمات الموجودة عندنا نقرأها اللي هي بالصندوق: القمر، العسل، السماء، الشجرة، النملة. بدنا عبارة عن أسماء وبدنا نضعها بداية الجملة، معناته بدنا نكون إيش؟ جملة أو جمل اسمية. جمل اسمية تبدأ بماذا؟ تبدأ باسم. وخلينا نراجع شوية من علامات الاسم. حكينا تبدأ بأل، أو عفوا إذا ما بدأت بأل أو من علامات الاسم هو كل شيء يدل على جماد، علامات تبدأ بأل أيضا تنتهي بالتاء المربوطة. ماشي، تبدأ باسم وبتكون مكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر، خلينا نشوف. ألف مفيد، بدنا نختار، خلينا نختار العسل أو العسل مفيد. العسل اسم، هاي عبارة عن اسم. شو بنعربها؟ مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع، صح هيك حكينا. العسل شو خبرنا عن العسل؟ إنه مفيد، خبر مرفوع. هون حكينا بنكون مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، إذا دخل عليه إحدى كان وأخواتها شو حكينا؟ بتصير اسم كان وخبر كان، بيكون هنا اسم كان مرفوع وخبر كان منصوب. أما مدام اللي هي تكونت من مبتدأ وخبر بدون ما يسبقها أي شيء، مبتدأ مرفوع وهون خبر مرفوع، مرفوع بالضمة وهون تنوين الضم. تمام. با بدر، القمر، القمر مبتدأ مرفوع بالضمة وعلى، وهون بدر خبرنا عن القمر انه ايش؟ بدر، خبر مرفوع بتنوين الضم. تمام. جيم فراغ نشيطة اللي هي النملة، النملة نشيطة. النملة هنا ايضا مبتدأ مرفوع، نشيطة خبر مرفوع. تمام. السماء صافية، مبتدأ مرفوع، صافية خبر مرفوع، خبر مرفوع. إذا اللي هي التدريب 1 و2 بيحكي لنا عن الجمل الفعلية والجمل الاسمي. الجمل الفعلية اللي هي تبدأ من فعل وفاعل مفعول به، الجمل الاسمية تبدأ من مبتدأ وخبر. لحد هون يعطيكم ألف عافية. رابع
هلا بدي منكم اللي هي ايضا تعربوا يا على الدفتر او على الكتاب، بس على الدفتر اللي هو افضل، ان تكتب الجمل وتعربها. ويعطيكم الف عافية.